يا لطيف، في صحراء، صحراء السيرفر في صحراء. Yeah, I confess, father, I confess, 'cause I've been living wrong. حيو الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم معاذ من قناة عستيكو، ورجعت لكم بحلقة جديدة أو يعني نبلش من أول جديد جراند. طبعا الحلقة الماضية من لعبة جراند حياة واقعية كانت يعني بسيرفر يعني مو يعني المطلوب، فجيت صورت أول حلقة، يعني كان تجربة للسيرفر بس، فالتجربة يعني عجبني، أنا جربته وعجبني السيرفر، فقلت لحالي خليني أجرب صور مرة تانية، أو مو جرب يعني بلش ألعب فيه للسيرفر وابني حالي فيه. فجيت أصور حلقة تانية، لقيت السيرفر فيه فوضى وخارج عن الرول بلاي، يعني ما في لا شرطة، كان يعني في كمان أنا عم بلعب انسرقت سيارتي وصار في رصاص وصار في فوضى، يعني فوضى يعني ما حدا مسيطر عليها. فأنا قررت يعني أغير السيرفر كله، وبلشت يعني دور على سيرفر يعني يكون منيح. دورت على النت، دورت على اليوتيوب، دورت على جوجل، دورت وين ما كان، لحتى طلع لي هذا السيرفر. عم يقولوا كتير منيح، وأنا هلأ يعني كبداية شفته أنا ممتاز كبداية بس، فما بعرف اللي بعده شو بده يكون فيه. فأنا أول ما نزلت يعني ضبطت شخصية. هلا وسهلا. خلاص خلينا نعرف نحكي يا بنت. أنا أول ما دخلت السيرفر يعني ضبطت الشخصية اللي كانت موجودة بالحلقة الماضية، بس شعره أسود هالمرة وله دقن، وأحسن يعني أحسن حتى حملة التليفون. مثلا نحمل التليفون شلون كان، ايوه محمل يعني طلعه من جيبته. فهذا الشيء يعني كبداية يعني نظرة عامة للسيرفر ممتاز. عطوني بس يمكن 22,000 بالبنك، سحبت انا 1600 واشتريت اكل. طبعا انا اشتريت اكل يمكن 1700 الف وشوية، يعني بين 23,000 تقريبا. فما علينا، انا همهم هلا بدي اجرب السيرفر وروح احط يعني اشتغل، حط مهنه. وكمان مثلا انا شفت هون انه في هون هذا المكان اسمه جوب سنتر، يعني هذا المكان يلي فيه الوظائف. انا ما معي سياره، يمكن نروح مشي او اسرق سياره. في كمان شيء اسمه ديلر يوزد كار، يعني ديلر يوز كارز يعني سيارات مستعملة، فيك تشتري سيارة مستعملة كمان فيه، وفي كمان تخسر السيارة وهيك شي. يمكن انا ما جربت، يمكن بس موجود هالشي، يمكن يكون موجود فيك تخسر السيارة. وفي كمان تشتري بوت، يعني هو القارب، وفيك تشتري سيارات جديدة، وفيك يمكن تشتري طيارة خاصة فيك، يمكن والله ما بعرف. انا بس هيك عم اقول انه اقتراح او يعني تخمينات، كلها تخمينات من عندي. هون كمان يمكن تشتري شاحنة جديدة، وفيك هون كمان هذا الشيء كمان ما بعرف اذا كان موجود بالسيرفر اللي لعبت فيه قبل، بس هون في يعني درايفنج سكول، يعني تعليم سواقة السيارة، وتحصل على رخصة كمان، رخصة قيادة كمان، هذا شيء منيح. حاليا هدولي بس، يعني بس هدول اللي شفته. فان شاء الله يعني لما نلعب اكثر بستكشفهم. هون في تاتو شوب، يعني هون في وشم تركب على ايده مثلا، وشم او هيك شيء. وفي هون يمكن تبيع حشيش، تبيع حشيش او مخدرات، والله في كتير شغلات، بس يلا بنستكشفهم. هون في ميكانيكي. فاول شيء هلا انا اول شيء هلا خليني مثلا اخذ سياره واروح اوظف حالي. المهم ما علينا، انا هلا لازم اروح اوظف حالي. اوف والله شو بدي اوظف. اول شيء في هون المفاتيح اللي بتستخدمها، مثلا تقفل السياره، التأشير، ربط الحزام، في ربط الحزام كمان السيرفر، وفي تشغيل واطفاء المحرك، دفع المخالفات والفواتير هون معروفه هي.
قائمة لبعض الوظائف. F6، خلينا نشوف F6 لشوف. ما في، لازم نروح على شو اسمه، بكبس F6 بس ما عم يمشي الحال. فلازم نروح على ال job center أو المركز التوظيف. خلينا نسرق شي سيارة. ايوه مقفولة، طفية. اجيني شوف في هون القائمة، قائمة اللاعبين الموجودين. ففي تاكسي، في تاكسي متوفر. خلينا ندق له تاكسي. تاكسي ليكو، نكتب له ممكن توصيل لمركز التوظيف. ارسال. حلوين. طيب هلا حاليا نستنى يعني ولا شو؟ اكيد لازم نستنى حتى يجي. طب خليني استنى دقيقتين ثلاثة وبعدين بشوف. لديك رسالة. ها، اذا لديك رسالة جديدة. طب شلون نفتحها؟ بالطريق، كتب لي بالطريق يعني الرسائل. ايوه بالطريق، يلا هيجي معناته. شي حلو والله، والله عجبني، اقسم بالله عجبني. هيك يعني كنظرة عامة لحد الان عجبني السيرفر. انا بالحلقة الماضية لما سرقت سيارتي بالداك السيرفر، جيت اتصل بالشرطة يعني ما. ايوه هذا هو، يمكن هذا هو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. المركز التوظيف. ما في مشكلة. والله شي حلو. يعني السيرفر خرافي. كنظرة عامة وحلقة أولى منه. السيرفر خرافي. طبعا عم مثل ما كنتم شايفين على اليمين انه في شرطي، رسمة شرطة ورسمة اسعاف، يمكن هي والله ما بعرف هي شكل المفاتيح، ورسمة تاكسي. يعني اللون الصفرة بكون موجود، الشيء يعني اللون الاصفر بكون موجود الشخص. مثلا الشرطي هلا احمر يعني معناته مو موجود، التاكسي ما اصفر يعني معناته موجود. بس هلا انا شلون بدي اعطيه مصاري؟ والله ما بعرف. هلا بسأله شلون بدي يعني اعطيه مصاري، شلون ما بعرف. هلا بسأله. اه وصلنا، قربنا. انت في منطقة امنة. ايش نون؟ شي حلو والله. تفضل، الله يمديك تسدد الفاتورة بالاونلاين. وين؟ بالاونلاين F7 تسدد الفواتير. اوكي. تبي حاب استناك تروح مكان ثاني ولا امشي؟ يمكن اروح على تدريب سواقة السيارة. طيب انا بنتظرك، شوف حد قرارك. اوكي ليش ما ينزل؟ اوكي والله يعني ما بعرف والله، شي ما يوصف. طيب شو ناخد؟ شركة رائد الحراسة، شركة النفط الوطنية، شو ها؟ البلدية، شركة الحمر للأخشاب، شركة الأهلية للمعادن، شركة نايف للدواجن، شركة فاشينيستا للأقمشة. طيب شو آخذ يعني أنا؟ آخذ حارس؟ والله ما بعرف، يمكن آخذ حارس، مركز التوظيف، شركة النفط الوطنية، او يمكن ادخل عليها يمكن يعطيني وظائف او هيك شيء. اوكي هلا انا حارس بشركة رائد الوطني، رائد الحراسة ما ادري شو اسمه. بس هي وين موجودة؟ ممنوع استعمال قوة في اي قوة. هي حارس. طيب انا شلون بدي اشتغل حارس هلا؟ العب رنت ا بايك. يعني هيك هون. تفضل يا عسل، حياك. يلا دقيقة شوي. يعني هون فيني استأجر بايك او بسكليت. اخذك على معهد التعليم. ايوه
طب هلا انا حارس، يعني وين ال وين الشغل اللي لازم اشتغله؟ يعني هاد ميكانيكا هي. طب تعال نسأله هذا. لو سمحت انا اخذت الحين وظيفة حارس، يعني وين فيني اشتغل فيها هاي؟ تروح شركة الحراسة. وين هي؟ طيب انا بحددك على الجي بي اس وشوفها. شايفين؟ ايوه شفته. تمام. ايش صار؟ في سحر؟ شو؟ هو في سحر؟ كأنه في سحر والله تهيالي. ليش؟ لا كأنه شفت خيال شبح او في سحر. انا لا ما انتبهت والله، كنت فاتح الماي الخريطة. ايوه يعني هلا هون تبع الحراسي، هي هو نجمة تبع الحراسي. بوليس سبلاي، بوليس سبلاي. طيب هذا انا سمعت ان في المدينة اللي يتعامل بالسحر والشعوذة يتسفر. وين؟ هنا؟ يسافرون يعني يسووا الابعاد بالمدينة. ايوه عشان كذي انا خايف، يعني اول ما شفت خيال الشبح خفت ليكون السحرة حوالينا. ليش في السيرفر فيه هيك شيء؟ ياب بالمدينة فيه. اوكي والله اول مرة اعرف المعلومة. يا لطيف لو في سحرة بالسيرفر فيه سحرة، يعني انا فيني اشتغل ساحر مثلا. طب وش يقدر يسوي الساحر يعني؟ والله ما ادري، بس انا عرفت ان هذا شيء محرم. يعني ممكن يسرق المصاري. انا سمعت انه ممكن يخطفك، يعني يخليك تختفي وتطلع في مكان ثاني. تعرف عاد شغل السحر شو يسوي؟ ممكن، يعني سمعت انه ممكن يقلبك اسد بعد، يسويك وانت بكرامة شكل حيوان. فهو عموما يعني سحر وشعوذة، عرفت؟ عشان كذي اي واحد يحاول يتعامل او يتواصل معاهم يتسفر. هي من كلمة ساحر لازم تنتبه لنفسك. يب او العياذ بالله. انا قلت لو اني شفت ساحر ابي ابلغ عنه الشرطة، بس ما في الشرطي متوفر. ممكن يعني انا ارسل لهم بس البلاغ وينحفظ عندهم. يعني عادي. يب عادي. اوكي نضغط F7. تفضل الفاتورة عندك تقدر تسدد. ماشي استلمت، شكرا لتوقيع الفاتورة. اوكي مشكور. عفوا حياك. طيب يا شباب هلا يعني ما شاء الله، الله حيو لك كل الاحترام. المهم اليوم يعني استكشفت شيء من الزلمه اللي كان التاكسي، انه عم يقول في سحره، يعني فيك مثلا انت تتوظف ساحر او تتعلم السحر من حدا. بيتعلم السحر من حدا وتصير ساحر، بس هون في شيء يعني انه فيك تنسجن او هيك شيء، يعني مخالف هالشيء. فيعني سيرفر بلش، يعني في شيء يعني بلش يعجبني فيه والله، ما عم بقدر اوصف والله. طيب ناخذ المعهد التعليم القيادي. طيب مرحبا بك في تعليم القيادة، اجتياز الاختبار. فنعمل ستارت وبسم الله. طيب اذا كنت تتعاطف يمين عند اشارة المرور وصادفت مشاة يعبرون طريق ماذا تفعل؟
اقطع الطريق المشاة ولا انتظر قبل ابلغ الشرطة فورا. ليش ابلغ الشرطة؟ اتوقف وانتظر المشاة حتى يعبرون طريق، اطلق النار على المشاة واكمل قيادي. لا، توقف توقف انتظار، توقف وانتظر المشاة يعبرون الطريق. السؤال التالي، اذا طلب منك شخص الدوران بشكل غير قانوني ماذا تفعل؟ اسمع كلامه وما اهتم من العلامات في العلامات المرورية. اتأكد اول ان ما في دورية شرطة، اكمل طريقي لان ممنوع الدوران وهدد الشخص واقتله. لا، اكمل الطريق لان ممنوع الدوران. حدود السرعة داخل المنطقة السكنية هي، والله ما بعرف هذا الشيء، بس منطقة سكنية لازم يعني يكون ماشي شوي شوي لانه بيكون في مشاة او هيك شيء. يمكن اكتب 50، حط 50 يعني، انا ما بعرف بس لازم يعني الواحد يمشي شوي شوي بالمنطقة السكنية. السؤال التالي، اذا تم حجز مركبتك بسبب مخالفة مرور او تعطلت في الطريق ماذا افعل؟ اتصل في ميكانيكي لرفع المركبة عن الطريق واصلاحها، اتصل في التاكسي لتوفير المواصلات البدلية، اتصل في احد الاصدقاء او الشرطة المساعدة، اي مما سبق. يمكن يعني في كل شيء ساوي بال، كل شيء مسموح يعني، مكتوب اي مما سبق يعني اي واحدة من هدول، فخليني اكتب اي مما سبق. طيب، متى يمكنك قطع اشارة المرور؟ عند اللون الاخضر طبعا، عند اكد عدم وجود دورية شرطة. عند اللون الاخضر او الاحمر والانتعاف اليمين. لا هيك يعني خربطوني شوي. عند اللون الاخضر ولا عند اللون الاخضر او اللون الاحمر وانعطف لليمين، لانه انا مثلا فيني انعطف على اليمين والاشارة حمراء، حاط بس اللون الاخضر. إذا كانت السرعة 120 كيلومتر بالساعة وعلى وشك الحصول على وصول على منطقة سكنية، يجب عليك أخفف من السرعة. إذا طلب منك رجل شرطة التوقف، أهدئ السرعة، أقف على اليمين الطريق، أنتظر داخل المركبة جميع ما سبق. طيب، حدود السرعة في الطريق السريع هي، انا بعرف 100 120 هيك شي، حط 120 لانه الاغلب بيكون 120. اذا طلب الشرطي اثبات الشخصية، اصدم الشرطي واكمل طريقي. اهدد الشرطي واقتله بعد 30 ثانية، اطنش واكمل قيادة المركبة، اقدم الهوية للشرطي. قدم هوية للشرطي. السؤال التالي، في حال مرور موكب رسمي او مركبة طوارئ ماذا افعل؟ افجر الموكب، اتصل في الشرطة، لا افعل شيء، افسح الطريق للموكب او مركبات الطوارئ. ايوه، مبروك، نجحت في الاختبار، يمكنك اغلاق هذه النافذة وانتقال الى الاختبار القيادة العملي. سكر. طيب هلا وين القيادة العملي؟ وين؟ هون نفس المكان ولا؟ اختبار العملي. ايوه عليك، اختبار العملي. رخصة قيادة عادية هي يمكن للسيارة، رخصة قيادة دراجة نارية، يعني شيء لا يوصف والله بهالسيرفر، والله يعجبني. يعني في رخصة قيادة سيارة، ورخصة موتور او دراجة نارية، وفي رخصة شاحنة. هذول الثلاثة موجودين، كل واحدة لها رخصة، مو رخصة واحدة لك للكل. فانا راح اخذ بس سيارة. يلا طيب، بسم الله. اول شي هلا بقول لك حط الحزام، بعدين شغل السيارة. حلوين. طيب امشي. السرعة 50. Go to the next point. وين هو؟ ايوه تمام.
حلوين. هون هلا مشات، لازم استنى. جو جود كونتينيو. طيب انا يعني انا من 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 فرحتي بالسيرفر ما عم بعرف احكي، والله والله العظيم. طيب شو مكتوب؟ لوك ليفت بعدين يعني روح طلع اليمين اذا ما في حدا، اليسار طلع اليسار ما في حدا، بعدين روح اليمين. في كلمة ستوب هوني. انت خرج لحالي والله. طيب ويت الترافيك لايت. طيب استنى الاشارة حتى تصير خضرة. والله مبين اني راح اجيب العيد. طيب صارت خضرة اخيرا، والله طولت. السرعة 50. Go to the next point. 50 50 50 السرعة. ما بدي اخسر كمان انا. في حدا؟ ما في حدا. الاشارة الي. ايوه هون واقف. اوكي هلا السرعة صارت 120، فيمكن هلا فيني ازيد السرعة. اوكي يا شباب وصلنا. You failed the test. Better luck next time. ما نجحنا فيه يا شباب. طب خليني احاول مرة ثانية، لأنه ما بعرف يمكن كان في أخطاء. لو وطول كمان شوي، طول ال التدريب هذا التدريب العملي طول شوي، فخليني أجرب مرة ثانية وبرجع لكم إن شاء الله. بس لازم أسحب مصاري، لازم اسحب مصاري. انا هلا معي 500 بس. اوكي وصلنا على المكان اخيرا. طيب نشوف. You passed. You passed. Congratulations. طيب حصلنا على ال حصلنا على ال رخصة القيادة بعد ما فزنا. اكيد يعني لازم نخسر على رخصة القيادة. طيب يا شباب، طيب خليني انا اروح بعد ما اخلص. طبعا هو طول يعني بياخذ يمكن ربع ساعة. انا مثلا على سرعتي انا ماشي يمكن 50 40 هيك شي، بس على الاستراد 100. بعد ما رجعت مشيت 70 هيك شي، اخذ معي يمكن ربع ساعة التدريب لحاله بس. فانا طبعا يعني حشيله بالمونتاج عشان ما اطول الفيديو اكتر. طب هلا خليني نروح على هذا المكان اللي قال عليه التاكسي انه هون الشغل تبعك، فخليني اروح عليه بس شوفه. يعني ما حاشتغل ان شاء الله الحلقة الجاية، انه راح بلش اشتغل فيه. بس هلا شلون بدي اشتغل في تاكسي شغال؟ تاكسي لسه في تاكسي. ايه ما معي مصاري المشكلة. ما معي مصاري، بدي اسحب. طب ويني انا بعيد شي عن البنك. البنك وين البنك؟ ايوه ليكو. طب خليني اروح على البنك مشي شو نساوي. طيب انا بدل ما اروح على الشغل. لقى سمعنا انت الثاني شبك عم طعيه. طيب انا بدل ما اروح على الشغل اتصل بالتاكسي خليه يوديني على الشغل، انه ما معي مصاري. اتصل عليه خليني نروح على البنك اسحب مصاري بعدين نكمل طريقنا احسن شي. طب خلاص خليني اتصل فيه خليه يجي ياخذني. شو اكتب له؟ ممكن توصيله. تم ارسال بنجاح. طب خلينا نستنى هلا حتى يجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب انا وين حاب اوصلك؟ طيب وين شو اسمها؟ شركة رائد للحراسة، تعرفها؟ عرفتها؟ يب يب عرفت. ايه بس قبل خليني اروح على البنك اسحب شوية فلوس. هنا قريب، هنا قريب.
دقيقة بس. طيب معي أنا 22، خليني أسحب 1500. 1500 لا أي إيداع، سحب سحب بدي سحب سحب، خلي صفر سحب 1500 سحب. حلوين. طبعا أنا كل ما أحكي مع الزلمة عم أنسى أكبس إنه مشان أحكي. أهم شي في نظام السيرفر، أهم شي إنه ما في لا فوضى ولا شي. اف 7 وين توف. اوكي مشكور على التوصيلة. عفوا ولو واجبنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. شو هاد؟ طيب هاد مكان، هذا شو؟ تسجيل دخول. تبديل ملابس هون، يعني تبديل ملابس للحراسة هيك شي. طيب هون عرفنا شي. طيب خلينا ننزل لتحت شوف شو في هون. اكيد هون لازم البس مشان اشتغل. طيب مو مشكله، عرفنا انه هون. لا هون انه هون انا بشتغل، هون لازم اشتغل حارس، وفوق لازم بدل الملابس. طيب يا شباب، على العموم بهالحلقه والله استمتعت، اقسم بالله اني استمتعت بهالحلقه وبهالسيرفر، خاصه بهالسيرفر، يعني شيء لا يوصف. ما بعرف شو بدي اقول اقسم بالله. فعلى العموم مثل ما شفتوا، رحنا استكشفنا شوي بالسيرفر وعرفنا يعني شغلات بسيطة، شغلات اول مرة انا بشوفها يعني عرفناها، مثل استئجار دراجة هوائية، وعرفنا شغلات يعني ما بعرف شلون بدي اوصفها. المهم انه عرفنا انه فيك تستأجر دراجة هوائية، وفي ساحر، في ساحر بالسيرفر، وفي كمان يعني اشتري سيارة مستعملة وهيك، يعني ما بعرف. ومثل ما شفتوا رحنا اخذنا رخصة القيادة او رخصة سواقة السيارة، وعرفنا مكان شغلنا، واخذنا وظيفة حارس. فبس، ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالحلقة، راح احط لكم رابط السيرفر بالوصف، رابط الديسكورد راح احطه تحت الوصف. وان شاء الله استنوني بالحلقة الجاي، ان شاء الله قريب الحلقة الجاي، ما راح استنى، بدي العبها كمان زيادة لان السيرفر يعني كتير عجبني. فبس، ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب. كان معكم اخوكم معاذ او عستيكو، والسلام عليكم.